لا، في ظل قبل الماتش، في ظل الغيابات، في ظل عدم التحضير الكبير، لا النتيجه برضو مفاجاه بالنسبه لنا. يعني النهارده، يعني قبل ما ندخل الماتش التوقعات غير كده، الاداء كنا مش متوقعين ان ممكن نأدي الاداء القوي ده الكبير. صحيح. ده النتيجه طبعا مش متوقعين النتيجه الجميله والفرص الكتيره اللي ضاعت من النادي الاهلي دي. قبل الماتش كنا بنتكلم في حته تانية خالص، وبعد الماتش احنا بنتكلم في حته تانية خالص. تمام. النادي الاهلي هو اللي بيرسم الخريطه العربيه في الوقت الحالي، بيرسم خريطه الكره العربيه. النادي الاهلي بيقول لكل الفرق العربيه، او بيدي رساله ومسج لكل العالم، ان الدول العربيه فيها فرق امكانيات وقدرات عاليه جدا جدا، ممكن تروح لابعد مكان. الموسم الماضي تالت عالم، السنه دي بنلعب سيمي فاينل. ما بتحصلش كتير، يعني ما بتحصلش كتير انك سنه ورا الثانيه توصل سيمي فاينل. صعب يعني. يعني ممكن توصل، توصل سيمي فاينل، وفي فرق افريقيه وصلت فاينل، لكن كفرقه عربيه توصل سيمي فاينل ما حصلتش على الاطلاق. مزبوط. لم تحدث على الاطلاق، بتكررها مرتين ورا بعض، في سنتين، في بطولتين ورا بعض، في بطولتين متتاليتين، وكمان بالنقص العددي اللي موجود النهارده. صحيح. بتأدي بالروعه والجمال والاتقان والامكانيات الكبيره دي، وبتفرض اسلوبك على فرقه كبيره جدا. صحيح. لا، هنا لازم نقف تمام ونحيي لعيبه النادي الاهلي، السبيريت اللي موجود. انت من الدقيقه 1 للدقيقه 90 انت في سبرنتات كتير. علي معلول بيعمل سبرنت من اول الملعب لاخره في الدقيقه 90. طاهر محمد طاهر اجاد النهارده وشابوه الحقيقه، انا بحييه جدا، تحركات رائعه، بيقاتل على كل كوره، الباصات خارجه من رجله يعني رائعه جدا، متقنه بشكل كبير. الكرات الهوائيه طبعا، كل الحاجات المشتركه بتاعت اليو ديانج النهارده هايل في نص ملعب. محمد مجدي قفشه النهارده بيحافظ على رتم الاداء بتاع النادي الاهلي. الاثنين الباكين، طريقه اللعب نفسها اللي لعب بيها النادي الاهلي، اللي توقعنا ان هو يلعب بيها، لعب بيها النهارده، ولعب على الكاونتر اتاكس، ومن خلال الطريقه دي قدر ان هو يحصل على اكتر من فرصه محققه للتهديف النهارده. صحيح. اللعيبه النهارده ممكن يعني نقول ان المدير الفني اجاد في وضع الخطه، لكن اللي اجاد اكتر، اللي تعب اكتر، اللي بذل مجهود اكتر، اللي بان نتاجه في الملعب، هو الروح العاليه بتاعت اللعيبه النهارده في الملعب. ده كمدير فني ممكن تحط الطريقه اللي انت عايزها، تلعب 5 4 3 3 4 3 3 5 2، اي طريقه انت عايزها ممكن تحطها، لكن عشان تأدي بالشكل اللي شفنا بيه النهارده اللعيبه بتأدي. الحقيقه كل تقدير لكل اللعيبه اللي موجودين في النهارده، اللعيبه كلها رجاله بلس، مفيش لعيب يعني مفيش لعيب وحش في الملعب. يعني ممكن نيجي نقول النهارده منتخب مصر على سبيل المثال، يعني مش عايزين نعمل مقارنات، لكن منتخب مصر لما تيجي ممكن تلاقي اثنين اوت اوف فورم، الاثنين بره يعني ادائهم مش قد كده، لكن النهارده لو هنتكلم مغربي لعيب كويس، رامي ربيعه النهارده مان اوف ذا ماتش، ياسر ابراهيم النهارده ادى بشكل جيد جدا، علي معلول كان رائع، واحد من افضل اللعيبه، اليو ديانج، مجدي قفشه، محمد هاني اللي سجل الهدف الرائع، عبد القادر وطاهر وحسين الشحات، حتى اللعيبه اللي غيرت لعيبه ادت بشكل كويس جدا. اللعيبه النهارده كان عندها اصرار الحقيقه انها تقاتل. الحقيقه عجبني اكتر ان لما يجي لك فرصه كلعيب في بطوله كبيره لازم تثبت نفسك فيها. ده اللي حصل النهارده، ان الفرص لما اتيحت للعيبه من لعيبه النادي الاهلي النهارده اثبتوا فعلا ان هم على قدر المسؤوليه. كده احنا نقول فعلا ان مفيش فروقات ما بين اللعيبه الاساسيه وما بين اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب بشكل اساسي. اللعيبه النهارده بتصدر لنا، بتقول لنا لا احنا زينا زي اللعيبه، او عوضنا الغيابات اللي كانت موجوده. صحيح. النهارده في غيابات كتيره جدا، لكن احنا ما شفناهاش النهارده في الملعب. ممكن يكون انت الغيابات مؤثره نفسيا، لكن فعليا النهارده الحقيقه ما شفناش اي تاثير على لغيابات لعيبه النادي الاهلي. مظبوط. شفنا علي لطفي النهارده رائع جدا، توقيتاته في الخروج رائعه جدا جدا جدا. صحيح. النهارده عنده ثقه في نفسه، واقف على رجله تحت ثلاث خشبات. طبعا هايل جدا. صحيح. في واحده طلع عملها بالبوكس من على نقطه البنالتي، كانت رائعه جدا جدا. النهارده رامي ربيعه بيعمل واحده من افضل الماتشات اللي لعبها في تاريخه مع النادي الاهلي، مع فرقه كبيره مش مع فرقه صغيره. هي الميزه النهارده انك بتلعب فرقه كبيره، فرقه محترمه، فرقه كمان عايزه تكسب، عندها لعيبه امكانيات وقدرات رائعه جدا جدا. لعيب رقم 11 لعيب هايل جدا جدا، لعيب رقم 7 لعيب عالي وامكانيات عاليه جدا، لكن قدرت النهارده انك توقف اللعيبه دي، قدرت انك تقفل مساحاتك بشكل كويس، قدرت انك تستغل الثغرات اللي موجوده في دفاعات فرقه مونتيري، قدرت انك تخلق فرص كتيره للتهديف. النهارده النتيجه الحقيقيه للمباراه من وجهه نظر الشخصيه تخلص لصالح النادي الاهلي، او الاهلي يسجل 3 4 اهداف. مونتيري فرقه جيده، مسك الكره عليك وقت طويل، اتيحت له بعض الفرص ان هو يسجل، وده امر طبيعي، انت بتلعبش، انت بتلعب فرقه كبيره. يعني النهارده برضو في فرص كتيره، او ثلاث اربع فرص اتيحت لفرقه مونتيري، لكن الفرص بتاعه النادي الاهلي
هي فرص اخطر. مظبوط. يعني فرص نسبه التسجيل منها اكبر بكتير جدا من الفرص لمونتيري. الحقيقه بحيي لعيبه النادي الاهلي، بحيي مستر موسيماني النهارده. يعني انا هو يعني هو لاعب المتاح. مظبوط. يعني برضو يعني عشان ما نقولش كتير، هو لاعب المتاح. صحيح. لكن المتاح لعب فوق العاده النهارده. صحيح. تعالوا مع بعض نرصد فرحه اعضاء اهلي الجزيره وزميلتنا العزيزه سلا حامد. اتفضلي يا سلا.